في البرنامج بتاع الاستاذ وليد فراج الاستاذ احمد الزهير. احمد يقول ما فيش مقارنه، تاريخ الزمالك اكبر من الهلال يا وليد، ضيوفك يحاولون مجامله الهلال رغم انك انت تعرف ان الزمالك صاحب اكبر شعبيه في الوطن العربي. احمد الفهيد ماشي تتفق الكلام ذا؟ لا طبعا، لا طبعا ما اتفق. انا الاهلي المصري جماهيريته طاغيه على العالم العربي ولا مقارنه في ذلك، يعني لا يتنافس الهلال والاهلي في ذلك على مستوى العالم العربي، هذا رايي انا. زي مين يعني؟ بطولات وجماهيرا. زي مين يعني عندنا؟ الهلال قلت لك، الهلال والاهلي المصري هم اللي يتنافسون على مستوى العالم العربي على مستوى البطولات والجماهير. طيب عرفنا، بس الرجال زملكاوي. بس الرجال زملكاوي. الزمالك فريق كبير وجماهيريه كبيره، بس احنا لما نقول، لما نقارن نقول الحقيقه. ما جماهيريه الاهلي المصري كبيره وبطولاته عظيمه، وكذلك الهلال في المملكه العربيه السعوديه، وكلا الاثنين على مستوى العالم العربي. هذا الحوار الاستاذ وليد الفراج ده واحد من اعرق الاعلاميين، مش بس في السعوديه، في الوطن العربي يعني. وهو على فكره اعلامي، يعني خلي بالك اعلامي صارم وطف يعني، فما بيجاملش، طريقته في الحديث احيانا تبدو يعني صادمه كده. الحوار ماشي في سكه نفس الطريق، الشعبيه الشعبيه.